أولا دائما لما نتكلم عن ما تحتاجه أي دولة وما يحتاجه العالم، العالم يكبر وأعداد السكان تزيد، وكثير من الدول فيها سكان لا يحصلون، خصوصا قارة أفريقيا مثلا لا يوجد لديهم نصيب كافي من الوقود أو من الكهرباء، والحمد لله بالتطور الاقتصادي قاعد تزيد هذه النسب، فالعالم أو الحاجة تكبر. النسب تفرق عن الأبسوليت فاليو، فكنسبة الطاقة المتجددة هي الأسرع نموا، ولكن كذلك في نمو على الطاقة الأحفورية، لأن الطاقة الأحفورية هي مكملة للطاقة المتجددة، خصوصا في الدول التي توفر فيها السولار أو الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية 8 ساعات في اليوم، وبعدها تحتاج إلى بيس لود، والبيس لود عادة يكون الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية. فدولة الإمارات نحن عندنا النموذجين، عندنا نموذج الغاز، وقاعدين نقلل من اعتماديتنا على الغاز قليلا بزيادة الطاقة النووية وزيادة كذلك الطاقة المتجددة. اللي راح نحتاجه أن الدول تضع استراتيجيات طويلة الأمد. الكثير من الدول ما عندها استراتيجيات طويلة الأمد، لا تعرف حاجتها كم، ولا تعرف من أين سوف تأتي بهذه المصادر، وهذا يؤثر على الاستثمار والمستثمرين، لأن محتاجين عقود شراء طويلة الأمد لكي يقوم المستثمرين بالاستثمار في هذه المشاريع. ولكن دولة الإمارات ولله الحمد دائما استباقية، فنحن قررنا لما رأينا أن الكثير من الدول نقص إنتاجها الفعلي بحكم عدم الاستثمار، قررنا أن نعجل من التارجت اللي كنا حاطينها 5 مليون برميل كاباسيتي، نكون جاهزين لها في العام 2027 بدل ما كانت في 2030، وهذا بيخلينا جاهزين في حال صار بيك اب في الديماند. طيب دائما الديماند يصير عندنا سنة سلو داون فيها، اليوم في تحديات، ولكن راح يرجع الطلب وراح يرجع قوي، وراح نحتاج خلال هذه الفترة زيادة كبيرة في الطاقة المتجددة، وفي نفس الوقت زيادة أو على الأقل نفس الكمية، لأن الآن في دول من دول الأوبك بلس فقط وليس كل دول العالم، وهم ينتجون تقريبا 40% من حاجة العالم، نقص قدرتهم الإنتاجية، نقصت بواقع يمكن 3.5 إلى 3.7 ألف برميل، وهذا 3.7 مليون برميل، وهذه كمية كبيرة في فترة 2 أو 3 سنوات. لازم حد يستثمر ويأتي بنفوط جديدة لكي تسد هذه الفجوة، وهذا ما نتحدث عنه. لا توجد استثمارات كبيرة، والعالم يحتاج اليوم تقريبا 100 مليون برميل يوميا من النفط، فإذا صار انخفاض، والانخفاض هذا شيء طبيعي، يجب أن يواكبه استثمار لكي على الأقل نكون عندنا نفس الكمية للأعوام القادمة، مع أني أنا على ثقة أنه بيكون فيه طلب، والطلب هذا قاعد ينمو لأن العالم قاعد يكبر. هذه مشكلة، والمشكلة ليست فقط في دولنا ودول المنطقة، هذه مشكلة عالمية الآن، والمشكلة ناتجة كذلك عن عدم رغبة الممولين أو الصناديق التمويلية والصناديق الاستثمارية في استمرار الاستثمار. إذا لم يحصل هذا الشيء راح تكون عندنا مشكلة مستقبلا تكمن في ارتفاع الأسعار، لأن الطلب راح يكون أكثر من المعروض. فلذلك إن شاء الله نحن دورنا أن ننبه ونتحدث، ودورنا أن نقوم بما نستطيع. فنحن كدولة، دولة الإمارات، استباقيين وراح نستثمر، لأننا نعتقد أن هاي الحاجة موجودة. وطبعا الكثير من دول الخليج تقوم بنفس الشيء، لكن الدول الأخرى يجب أن تستثمر كذلك، والشركات الدولية والعالمية يجب أن تمكن من الاستثمار. نحن سعيدين جدا بتكليف معالي الدكتور سلطان بهذا الملف، شخصية قيادية وشخصية قدمت الكثير
لدولة الإمارات، ونحن أنا على ثقة أنه فريق عمله الأخ طرزان المبارك ومعالي شم المزروعي بيقدمون إن شاء الله نسخة استثنائية. لكن كوب يعتمد على كل الدول، وليس ما نحن تنظيما راح نقدم نعدكم بنسخة استثنائية، ولكن نريد أن نعمل كوب يكون إنكلوسيف، يكون كذلك عملي ومنطقي في الخطط، وتكون هذه الخطط تتابع مثل ما تحدث معالي الدكتور سلطان وأعطى نبذة عن طموحنا في دولة الإمارات لتنظيم هذه النسخة. ولن ننجح إلا بتعاوننا مع الجميع، فنحن إن شاء الله على ثقة أن كوب 28 بيضع النقاط على الحروف، وبيكون يعني بيحط خارطة طريق واضحة للدول، وتبين كذلك الفائدة من الاستثمار والحاجة لهذا الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والحلول والربط لكي تتمكن الدول من الوصول إلى الحياد الكربوني بطريقة صحية.